طبعا احساس ما يتوصفش بالنسبه لي. بالنسبه لي اول مره اوصل فينال وانا بلعب في اوروبا. اقول له احساس عايز اشكر اللعيبه، لعيبه كلها رجاله ولعيبه ابطال، عشان الابطال هي بتبان في مواقف زي ديت. اقول له اول حاجه برضو عايز اشكر الجمهور، الجمهور على طول دايما في ظهرنا وسبورت لينا لما بنلعب في لابوجوار والجمهور معانا، فبنطلع احسن حاجه عندنا. فريق ليون فرقه كبيره، مش سهل ان احنا نكسب، بس احنا عملنا كل حاجه وذاكرنا كويس وعملنا اللي علينا واحنا اللي كسبنا الحمد لله. سمعت شفت الملعب فيديوهات بس ما لعبتش فيه قبل كده. قول له مستني 50,000 مشجع نمت هناك. علينا انت كنسيتو باني بانانتي.